عفريت. انا جبور ابو عدنان من معليا. وين انا يا بنت؟ مش عارف حالك وين يا جبور. بتذكر كنت نايم عم بفكر بهالمغضوب عدنان، كان بده ياني العب معه بنانين، وفجاه طبيت عندي. ما تخافش انت بعدك بمالي يا جبور. مش معقول. مش هيك معليا، مش هيك بيلبسوا بنات معليا. غريب. ومش هيك بيلبسوا رجال معليا. عدوني تعالي بسرعه، في شي غريب عم بيصير هون. قولي لي انا وين؟ انت هاون ومش هاون. شو قصدك يعني انه انا خرفت؟ صحيح انا كبرت بالعمر بس عقلي بعده معي. غريب، البيانات بتقول لي انه انت جاي من سنه 2013، كمان بتقرب عدونا. شو الحكي الغريب العجيب هذا؟ ومين هذا عدوني؟ انا عدوني. شو هذا السؤال العظيم؟ في حدا بهالبلد ما بيعرف مين عدوني؟ كيف حالك كنور؟ شد لسانك يا ولد. متاسف انه تاخرت، بس وانا زي لهون شفت هالورد وقلت هيك لقيت زمالك يا احلى ورد يا ولد. مش حرام عليك تقطف الورد يا ولد؟ باسم الفيسبوك، باسم الفيسبوك. مين حضرتك؟ شو سبك يا هون؟ انا جبور. زبور؟ انسان ادبك. سيدك عدنان؟ ما شاء الله صاير سيد. قبل خمس دقائق تركت يلعب البنانير. معقول لحق يعمل كل هالشغلات بخمس دقائق بس؟ غريب، الأوعية تغيرت. يعني هيك بصير الشاب بسنة 2100 يا زبور. بعدين معك، بعدين معك، احرم حالك يا اخي، احرم حالك. قل لي يا جدي، قل لي يا جدي. جدي كلام القرار سنة 2050 وتعني أب الأب أو أب الأم. وشو انقرض كمان يا عدنان؟ كنونة اقري لجد زبور شو انقرض كمان. رابط اجتماعي يوك، رابط عائلي يوك، نخوي يوك 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 يوك. خلص خلص خلص، بديش أسمع. خلص، شو ما حب البشر للبشر؟ حب البشر للأرض، حب البشر للشجر. يوك يوك يوك. قل ياك ست زبور. شو سبب هاليوكات يا حسوب؟ تربي يوك تربي يوك تربي يوك. خلاص خلاص، بديش اسمع. انا اكيد عم بحلم، مش قادر اصدق اللي عم بسمعه. عدنان صاير عدوني، كلماته طرية وصاحبته كنار تحكي على بطارية. أتركت الولد بالبيت بنهار يلعب بنانير وبالليل على هالكمبيوتر. هل مخوفني إنه هالولد متولع بهالكمبيوتر مع إنه علبة حديد؟ بعد سنين لما الكمبيوتر يصير مثل كنار، إلا بظل عنده لا صاحب ولا جار. هل مضايقني انه عدنان قدامي من لحمي ودمي متخبي ورا مكياج؟ لما شافني ما قال لي تفضل يا جدي شو محتاج. هل مضايقني انه هالولد شايفني عم بموت وما قال لي يا جدي شو مالك؟ هل مضايقني انه ابني شايفني تعبان وما سألني كيف حالك؟ هل مضايقني مش لسانه هاللي بلطف ولا عدنان هاللي صار عدوني؟ هل مضايقني انه من هون شايف معليا كلها ومش شايف ولا زتوني؟ حرام زت زبور، مش اشي بتقدر تعمله بعد. لا، في اشي كثير بطل اعمله بعد. اول اشي لازم اقوم من الحلم. اقرصني يا عدنان اقرصني. شو اقرصك ما اقرصك؟ شو انا نحلي؟ لك انا يلي بقرص، خدك لتشيك كهربا. عدنان وينك يا عدنان؟ عدنان وينك يا ابني؟ عدنان ايش بدك يابا؟ تعال اقرا لك هالجريده يابا، تعال. مش فاضي.
ولك يا بلعب يا بخرب تعال هوني لا بلعب ولك عمالي اصحابي حد وين اصحابك ولك عمالي محال أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله أنا بوفقكم ووفق ولادكم. بقول بمناسبة عيد الميلاد، عيد الميلاد رأس السنة، الكلمة تغنى بأحرفها خلود معنوية، تاريخ الدنيا فيها تهنى، وقبل ما تعتقد تبقى صبية. النبي إبراهيم معناها تبنى وقدم على الجبل ابنه ضحية والسيد المسيح على الهدى هدانا وفي دمه فدانا تيجمع في قلوبنا الإيمان والمحبة ويبعدنا عن الشر والخطية أجا العيد والعالم تهنى ناصر جبل الطور بالدحن والقدس ورشاليم الأذية ولما العيد شرف عوطنا حتى نعيد ونفرح سوية جبنا من قبل ما يغيب عنا كرامة خاطر ونقدم هدية جبنا مثل ما موجود عنا إخلاص وتمني وحسن نية وعملنا الواجب المطلوب منا وقدمنا رواحنا أشعار حتى نقولها في أعيادنا الروحانية وكل عام وأنتم بألف خير. بتذكر اللي كانوا يحكون عنها جدودنا وأبهاتنا الله يرحمهم ويرحم أمواتكم. مرة كانوا في لدار اللوس معزة في أبو شريتة وإجت حرامية من هناك وكان نهار أحد بقالوا لي لأنه حياة أبو فوزي وأبو مخيل وهالختيري كان يحكون هاي القطط وإجوا حرامية أخذوا شجعة المعزة وظلوا مكملين فيها إجا الفزيع للبلد والناس كانت بالكنيسة أكثر الناس بيجي 20 واحد فزعوا إجي وصل أبو شريتة إجي قدم على وين راحت المعزة ومسكوا الأثر وظلوا طالعين للشمال هذول اللي أخذوا المعزة طلعوا على جليل وطلعوا على الحدود لبنان لغان على العرامشي وفاتوا على ساحل صور بساحل صور هناك أهل معنية ظلوا لحقين الأثر حتى وصلوا لساحل صور ومسكوا المعزة المعزة لدار الليس كانت الله يرحمه يمكن أبو مخيل أبو شو اسمه نجيب الليوس وهنا طردوا الحرمية ورجعوا المعزة مع غياب الشمس ورجعوا على بهذيك الليلة على البصرة ناموا عند أهل البصرة ومن البصرة ثاني يوم سحبوا حالهم جابوا المعزة على مليا وكانوا يحوربوا ويزرفتوا وكل معلية كانت نخوة قوية وتهدر وكل أمرة على المعلية فيها هذيك النخوة وتفزع لبعض البعض وإن شاء الله دائما الأيام هاي والقادمة تكون كمان تحب بعض البعض وتساعد بعض البعض بواسطة رئيس المجلس وأعضاء المجلس والجميع نشكر الجميع والكل بهذه القضية إن شاء الله. سألني قال منين تقدر مالي صفر تشوف ايه قال ذكرتني باختريت معلي وكل بلش عندي قلت له بس شوف ايه قال اختريت معلي فضاحي قلت له ليه قال لسه وقلت لك ليه شايف في ارض معلي من الزين لايلون لزوي كل طابه مع بحجار بجبال بودان كل شيء بس فرجيك شو الفرق عنا باختريت عنا تريد عنا مرهون الأرض من عزمان تركيا بعد مرهون إلى اليوم شوف شو الفرق شكرا هلا شكرا لك شكرا لك شكرا لك باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس والطاقم اللي بيشمل بالمجلس بتمنى سنة 2014 تكون سنة خير على معليا وعلى الجميع وكل سنة خير وسعادة وصحة أهم شيء للجميع.
الشغله الثانيه مهم جدا انه نحافظ على التراث تبع معليا وعلى عاداتنا وتقاليدنا، وبهيك بنحافظ على معليا، تمكننا انه نحافظ على معليا بالمبنى السكاني تبعها وبالمبنى الجغرافي، وحافظنا جدا قدر الامكان على نضل نملك الارض تبعنا بدون ما يكون عندنا اي واحد غريب. من شقة ثانية بالنسبة لي الغريب مش الغريب عن معليا، انما الاغراب اللي بدناش يكونوا كل الناس تعرفوا الغريب بالنسبة لي انا. الشغلة الثانية مهمة جدا انه الناس عايشة هون في وتيرة سريعة جدا، ومهم جدا انه نعطي لاطفالنا الفرص ونهيئهم يعيشوا، نعطيهم كل الامكانيات حتى يقدروا يكملوا تعليمهم ويقدروا يعيشوا بهاي البلد. ما ولأنه إذا إنسان بيشتغل بالبلد ويكون عنده ثبات وأمان صعب يهاجر، ونحاول نحافظ على هذول الأولاد يضلوا في معليا. أنه شفنا أنه رئيف سافر من مضايقة معينة، وطبعاً ما حداش ما حلش أنه الشغل الأساسي كانت كمان حتى يدور لعيش، فحلم أنه لقى عيش مريح في كندا فبقي في كندا. مهم جداً أنه نطمن كل الناس هون أنه المجلس خصوصا ممثل بقسم المعارف السيد فراس عراف، نحن ندعم كل المؤسسات التربويه المنهجيه واللا منهجيه بعده طرق. الخطوه الاولى انه احنا اخذنا المركز الجماهيري تحت حظ المجلس وراح نحافظ عليه وندعمه كمان معنويا وماديا. المعنويا مهمه جدا، ماديا شوي صعب لانه حسب ما انا شايف انه المداخيل والامكانيات اللي ندعم المؤسسات ما بتكفي نسبيا لمتطلبات هاي البلد، لان البلد تتطلب شغلات كثيره والمؤسسات التربويه كبيره جدا. طبيعي جدا انه المؤسسات اللامنهجيه خصوصا المؤسسات المستقله راح نحاول انه ندعمها ونحافظ عليها قدر الامكان. الإمكانية والمهم جدا انه راح نلاقي نحاول نلاقي رؤية موحدة لكل هاي المؤسسات حتى نقدر نساعدهم، لانه انا ضد الازدواجية، لانه اذا كل مؤسسة بتحاول تعمل لحالها ولا ممكن نصل لأي هدف. المهم جدا انه كل هاي المؤسسات تكون تحت رؤية واحدة حتى نقدر نكمل المسيرة. هي مصلحة طالب في معليا طبعا، مصلحة طالب في معليا وطبعا كل مهم جدا انه نقول انه احنا اليوم بمناسبة العيد الميلاد رأس السنة معهد سالي دعانا. من هي العمرة التي تراها في الصورة وأعلمها؟ هل هي المرحومة منظورة جوزين؟ المرحومة أسماء معلم؟ المرحومة بهية عبد؟ أو المرحومة مريم عساب؟ أسفتك مريم عساب. خلاص أكيد؟ أكيد. في جبتين دول. أكيد. طيب لحد هون شايف هاي براو إذا فين؟ سؤال ثالث. ما الكلمة التي كانت مكتوبة على ثوب ميشيل وهي تخبز كما ظهر بالكلمة؟ هاي ناقصة جدة الملاحظة، أنا بنصحكم مساعدة هون في كلمة ما موجودة. هل هي بيت لايك لاف أو هونتا؟ لا تقولي سهل هالكلمة أنا عمري قبل زمان. طيب فهمنا إذا مشيل أي نقطة بعدين فهمنا. نعمل كي أكبر من هيك بكثير. يلا حتى أشوف أبو مالك. طلع أنا يعني الملاحظة. فكر عملك. الملاحظة كانت يعني ما تاش كتير تفكير، لأنه إذا أم مشيل وجيل عن شكل تلبس كلمة لف فصغير مش عجب عليهم بالمرة. يعني إيجابي رقم. ثلاثة أكيد. ان شاء الله
تفكر انا بدي اسال اول شيء سؤال دوجهه للناس وبدنا نوزع عليكم مصوتات بدك تصوتوا في شباب قالوا وعدوني يساعدوني موجودين ولا كيف ولا شيء بصراحه لا ما دقيقه بيعملوها اذا مش جاهزين بلا نلغيها معنا لا بعدين طيب سؤال ثاني كان في مصوتات بدك تصوتوا وبيطلع رسم بياني نشوف اذا جوابه بلائم جوابكم بس تكفي بالاصابع بس انت ابو ماهر بدي اطلب منك بعد اذنك ابو ماهر ممنوع تطلع على الجمهور كثير لو لا ممنوع هيك بتخرب اللي بقول يعني كل واحد يرفع عدد الاصابع حسب الرقم اللي تختاره لا اوافق واحد لا اوافق بالمره اثنين اوافق ثلاثه اوافق جدا اربعه وهات نشوف اوكي سجل معي سجل صور هناك هل هو الامر اداري كرم لا كرم واضح هل هو اداري او اجتماعي اجتماع توضيح اجتماعي اكيد احنا شو نرجع 100 سنه لورا صور شايف الاكثريه طيب خلص نزلوا ايديكم ابو ماهر اجابتك على حسب رايي الناس راح تقول مره ثلاثه وافق براو يعني وافق مش وافق لا. جدا لا وافق مش جدا لا. انا بعنيش ما بعرف اجتماعي ولا ايش اجتماعي ابونا قال وضحها اجتماعي يعني مقصود ابو ماهر المختار بطيبته بكرمه بنخوته هذا اللي احنا اشتقنا له اذا نوافق جدا طيب هات نشوف عارف اذا الجواب صحيح انا اتوقع اجابه الجمهور كمان فهات نشوف وافق جدا خلص براو الاجابه صحيحه اوكي مشكورك يا بصيبتك يا جعسات يا مصيبتك يا جوساس يا حوين شبابك يا ابو دروك ونقلت كاسك وانكسر عكاسك يا ابو خدير وركان قاري وكان كاتب كان يعرف على السيعه والكبات والبساس بيده والبقر يجعل عليه كان هين كان لين كان بيض ويظل مبين ولكو يا ما حسبس يا ما محمش يا ما محمش بالباسة ولك مين اللي محمش لك بالباسك يا مغضوبي تفهمينيش غلط يا جارو والله كانت ديدو سليمة يعني كان قصدك الحرارة قلت يا ما بوس يا ما قوس يا ما بحبش بالباسي يا ما قوس يا ما بوس يا ما فحش
حجم الساحة يا ما ركب بنده ينتش فكر خدي تفاحة ولك شو بتحكي يا مهضومي ولك مات أبو قنديل مات شيخ الشباب مات ولك الله ريته عزرائيل يوم سبع مرات يا مغضوب يا معنز يا بايزة حرام علي أكون بعد اليوم مبسوطة ولك شو بتحكي يا شرطوطة يا جاجي ملعوطة قلت يا ما بوس يا ما قوس يا ما أضعف خداتي ويا ما هبش يا ما كبش ويا ما نتف شعراتي ولك شو بتحكي شو يلا يا سالم عليك سالم لا تخافوا بكرة عواجبة المواجهة رح يهدوا عمر الكلمة المكشوفة مكان فيها تهديد والكلمة الملفوفة مثل العسل فيه سم ويروح السم ويمل الدم يا ريت كلنا شو منفكر وتقول شو مقول بس الصدر يبقى دافي والقلب دافي مشاكل زمان معروفة قصص غراب وحب معروفة يا ريت تضل هيك مشاكلنا يا ريت نرجع مثل زمان ولك تعال روح ندور على قنديل ثاني تعال يلا يا حبيبي يلا أنستينا وجدد الأمل فينا يا ليل العين حبيبي مركب وبتجري وروحي بالناس حبيبي مركب وبتجري وروحي بالناس بتجري وقول له يا جميل بدري قول له يا جميل بدري حرام النوم بليلة العين يا ليلة العين أنستينا يا ليلة العين أنستينا وجدد الأمل فينا يا ليلة العين خبز زمان مع خبز اليوم لا شو مين اطيب حسب رايك يعني حسب رايي انه اللي زمان كان اطيب طيب. ليه لانه بتخبز على الحطب وانت قاعد وبيتم كل من حواليك ويعني كله طيب. طيب اليوم بحطوها على فرن غاز خبز غاز وجيل اليوم الصغير بخبز الشالي احنا الكبار بنخبز طيب امي شال بدي افرجيكي ثلاث صور كل صورة تحكينا عنها شوي عشان صبرتن عندك في البيت يلا عمل طلع على الشاشة دير وجهك الله بيتعب وقت بحدي هون بديش أدير هيك ايوه هيك يلا انا بفرجيكي بهمش رح يعذروكي يلا
هيك قولي لنا شو انا شغلات يعني هون صابون عندك لانه عينك صابونه انا عملت صابوني السنه عملت صابون هذه هي انت ليش ليه انا حطيت اصبر شوي زين بس يلا اسا اشرحي لنا شو عندك هون في صابوني عملت السنه في اديق وفي جديد التنكه بحطها 15 لتر بحط عليها كيلتين ونص قطرون بحط الميات بحط الزيتات بحط سطح المي عليهم بلحه بلحه كثير ليصير ابيض وبعد هذا بجيب القطرونات كيلتين ونص بحميهم بحطهم عليهم بحرهم كثير كثير بتشيلهم ساعتين ثلاثه بخمرهم وبعد ما اخمرهم بشعل النار تحتيهم وميته بصير تطلع حمراء بصب لحد اليوم بعدك تعمل لي اياها بعملها الجمعه قبل ما اوقعي هذا البابون القديم اللي كنا نذويه نحن نقعد على الدخون حق الدخون هذا البابور نحط كاس فيه وفيه فتين بعده عندي فيه الكزام وبعمل بطول طيب. كنا نقعد على الدخون حد النار ونذوي السراج إلو فتيلي نفتيل عيدنا زين نفتيله ونعبيه كاس ونقعد حد النار ونتعلم نكتب عليه ما كانش فيه لا كهرباء ولا شيء وكنا نروح على الوادي نعبي احمل تست المي من راسي النبي على راسي وطلعوا عبي هلا وانا بنت بعدك بعدك شباب بعدك شباب طيب الله يعطيك العافيه احنا ما بنشبعش من الحكي ان شاء الله بنستفيد ان شاء الله ان شاء الله تفضل كيف المشيل خلال يوم كامل عندنا خبزه وجاب حطب عشان بس نصور اشي بسيط راح تشوفوه في نهاية البرنامج شكرا تجري ابلي وبحري تنزل وهالي تطلع كبري هويت مرة وبعدين دغري ما تقول يا وابور رايح على فين صوتك يدوي وانت بتروي صوتك يدوي وانت بتروي والارض بصات وانت بتجري ما تقول يا وابور رايح على فين على فين يا وابور قولي رايح على فين يا وابور قولي وسافر منين يا وابور قولي يا وابور